السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف اوبن رود كونسبشنز كونكتد اديشن. هو بيقول لي دلوقتي انت عايز تشتغل تقول له اوبن ولا عايز نيو ولا دوكومنتس، فهقول له من الكمبيوتر اوبن او هقول له نيو. كده نبدأ ملف جديد خالص. فبيقول لي انت عايز تسميه ايه، وخلي بالك ان ده هنا دي جي ان دي بي. تمام. طيب الفايل لوكيشن هيبقى موجود فين؟ السبيد فايل. تمام. والكولاديشن سيستم، هنا بتبدا تعمل زوم على الجزء اللي انت هتشتغل عليه. وهتقول له كرييت. طيب دلوقتي بقى بيسالني على الكونتكست داتا امبورت، هل هو عندك الملف ده على الجهاز بتاعك ولا يوز جيو كوردينيشن سيرفيس. فهيبدأ ياخد الجزء دوت. تمام. بيسألني ايه الحاجات اللي انت عايزها، اقول له هات لي رودوي مثلا، ممكن فيها حاجات انت مش عايزها. نيكست. فبيقول لي خلي بالك ان دي هتاخد مثلا 438 ميجا، ودي هتاخد التضاريس هتاخد 400 كيلو بايت وهكذا. فبقول له داونلود اند امبورت. زي ما انت شايف بيبدأ يجيب لي الخريطة بتاعت المكان اللي احنا اخترناه، ونقدر نعمل زوم عليه، ونقدر نشوف الطرق اللي موجودة ونقدر نعدل فيها. طيب لو احنا عايزين نرسم طريق جديد، مجرد ان انا هاجي هنا واقول له ان انا عايز ارسم روت اهو، فبيبدأ يرسم لي الروت بالشكل دوت. فبيقول انت عايز ترسم الروت كلاس اني حاجة اني نوع، فبختار النوع اللي انا عايزه. طيب التمبليت بتاعك تقدر تختار التمبليت اللي انت عايزه، والنيم بتاعه، والسرعة اللي هتبقى موجودة في الشارع دوت، خليها مثلا 100، والبروفايل والانبوت وهكذا، كل النوعات اللي انت محتاجها عشان تعمل الطريق بتاعك. ممكن في اي لحظه تبدا تعمل سيلكت على الحاجه اللي انت عايزها على الطريق اهوت، فبيبدا يجيب لك كل المعلومات اللي انت عايزها زي النيم والستارتنج ستيشن والستاتس والديزاين سبيد وكل المعلومات اللي انت عايز تعدل فيها. تقدر تيجي هنا عشان تشوف شكل البروفايل وتعدل فيه زي ما انت عايز. يبدا هو يعدل لك اللي انت عايزه بحيث لو في اخطاء. طبعا هو هنا في مشكله في الدروب في الارض، فهو عامل زيها بالظبط. ممكن احنا نخش هنا نعمل ديليت ليها. تبقى بالشكل دوت، ونقدر نشوف الحاجه في ال 3D.